يا ترى هل هذه الأطر القانونية لوحدها تكفي لي جو في با دير القضاء على العنف باسكو مي بوغ ريدوير كونسيديرابلمون يعني ظاهره العنف كسوا ضد الاطفال ولا كسوا ضد الفئات الهشه اون جينيرال وني الاطفال يعني النساء اللي راهم موضوع اليوم فمهم ولكن نشوفوا انه خلال السنوات الثلاثه الاخيره كاين فيه ما نسميه ب اون ستابيليزاسيون دي شيفر يعني ما كاينش فيه ارتفاع كثير وما كاينش فيه تقريبا الحالة يعني مازال أصبحت شوية مستقرة وهذا يعني إيجابي بالنسبة لنا معناتها أننا قدروا نتحكموا في هذا الأرقام في إذا بفضل ربما العمل تاع الهيئة الوطنية اللي راهي تعمل في هذا الباب.